هذه القصة لبرنامج يا هلا بالعرفج، وطول أحمد خاص بهذا هذه القصة، قصة أغنية المسافر راح. الشابين البنت والولد أبناء عم عشقوا بعض من الصغر تحت أنظار أهلهم وبترتيب من أهلهم، وعلشان يتزوجها لما يتخرج من الجامعة. زين تخرج من الجامعة وقبل لسوء الحظ قبل الله يتقدم الولد لبنت عمه، زين اختلف الأب مع أخوه خلاف شديد وانقطعوا عداوة شديدة. لما راح الولد يخطب بنت عمه قال لعمه يعني بطريقة زين ذربة، ما قال أنا أرفضك، زين طلب منه مهر تعجيزي. الولد طلع متضايق زين، لكن أسرت لنا تدري إنه هو يحب بنت عمه وبنت العم تستاهل خوش بنية. زين الكل ساعد وساهم في هذا المهر، دبر هذا المهر وراح عمه وهو سعيد قال عمي تفضل هذا المهر. زين هني العم كشر عن أنيابه مثل ما يقول وقال له اسمع يا فلان يا ولد اللي كان أخوي، ها ما عندي بنت أتزوجك إياها. طبعا طلع متضايق حزين جدا، والبنت لما سمعت بالسالفة هذه أصابها نوع من الاكتئاب وامتنعت عن الطعام وحاجتها أمراض، سبحان الله القلق النفسي مصيبة. فاكتشفوا فيها أورام خبيثة، زين علاجها سيكون في الخارج. البنت رفضت أي نوع من العلاج ورفضت السفر للعلاج في الخارج، قالت ليش أعيش وما راح أخذ ولد عمي اللي من الصغر وانت تقول هذا زوجك وهذا حبيبي. زين وعدها أبوها لما شافها خلاص بتنتهي قاعدة تطفي قدامه، وعدها إن إذا راحت العلاج وتعالجت راح يزوجها ولد عمها. لكن بكل أسف فات الفوت، ما ينفع الصوت في المطار، وقبل أن تركب الطائرة إلى أمريكا للعلاج توفت في صالة المطار. الولد بكى عليها بكاء شديد حتى فقد دموعه، ومن ثم فقد نظره. لما وصل إلى الأمير بدمع المحسن بهذه السالفة قال له قول تكلم، قول بأشعارك الطيبة وصلها حق الناس، حق عمي القاسي وحق الناس والقصاة اللي يقوفون في طريق الحب العذري العفيف. زين الأمير بدر المحسن التقط في إشارة ذكية جدا وعبقرية من شاعر كبير مثله في قضية فقد الشاب لعيونه، لما قال هذا وجهك يا المسافر لما كانت لي عيون، وينها عيوني حبيبي سافرت مثلك حبيبي المسافر. هو ما هو عادتنا طبعا في أهل بنعرف نجيب، لكن أحمد الشرقاوي الإعلامي الكويتي الشاعر المبدع اللي كتب دنيا حظوظ، دنيا حظوظ وكتب عشرات الأغاني، هذا شاعر دنيا حظوظ، نعم كتب كمان قصائد كثيرة ما نقدر يعني ما نخرو عن العرض. القصة عرضه كان جميل والقصة حلوة، والحب دائم يقولك ما في حب. هذا الشاب صار أعمى من كثر ما بكى على حبيبته. الله إن شاء الله يجمع المحبين دائما على الخير وعلى المحبة، وإن شاء الله تكون قصص المحبين دائما عامرة بالسعادة ونهاياتها بالزواج السعيد. نعم نزار قباني يقول الحب في الأرض بعض من تخيلنا، لو لم نجده عليها لاخترعناه.